يشترط بعض الفقهاء استقبال عين الكعبة في الصلاة، فكيف يعرفها من كان بعيدا عنها؟ وأولا نود معرفة ما المقصود بعين الكعبة. من كان في القرى والأمصار التي فيها مساجد وبها محاريب لمعرفة القبلة كان عليه أن يلتزم الاتجاه إلى حيث تتجه المحاريب، وذلك خاص بالمحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون، ولا يجوز الاتجاه إلى غيرها وإلا بطلت الصلاة. ومثلها المساجد التي اعتمد المسلمون محاريبها كما قال جمهور الفقهاء. والمالكية خصصوا المحاريب التي لا يجوز التحري مع وجودها بأربعة، التي هي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومسجد بني أمية بالشام، ومسجد القيروان بشمالي أفريقيا، ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة. أما غير هذه المحاريب فإن كانت بالمصر أي المدينة وأقرها العارفون بالقبلة جاز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحري أن يقلدها، أما من لم يكن أهلا لذلك فيجب عليه أن يقلدها. وإن كانت المحاريب بالقرى فلا يجوز لمن كان أهلا للاجتهاد والتحري أن يقلدها، أما غيره فيقلدها وجوبا إن لم يجد مجتهدا يقلده. الشافعية يجوزون مع وجود المحاريب الاستدلال على القبلة بالطرق المعروفة. هذا الحكم هو بالنسبة للمحاريب الموجودة في المساجد. فإذا لم توجد محاريب، قال جمهور العلماء، يجب عليه أن يسأل أهل الثقة والخبرة إن وجدوا، وإلا اجتهد هو بنفسه. ولعل من أهل الثقة والخبرة البصلة الحديثة المعتمدة من الخبراء. والاجتهاد مهما كانت وسيلته ظني لا يقيني، ولو تبين خفأه بعد الصلاة فلا إعادة، ولو كان التبين يقينا عند الجمهور وتجب الإعادة عند الشافعية. أما تبين الخطأ أثناء الصلاة فإنه يضر، وهل يبطل الصلاة أو يلزم إتمامها على الظن الجديد؟ خلاف في ذلك. ثم قال العلماء: من ترك الاجتهاد وهو قادر عليه فصلاته باطلة عند الجمهور. هذا ملخص ما قاله العلماء في فقه المذاهب. قال أحمد بن حنبل: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد، ولكن يتحرى الوسط. وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في أحد قوليه كقولنا، والآخر الفرض إصابة العين كقول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولأنه يجب عليه التوجه إلى الكعبة فلزمه التوجه إلى عينها كالمعاين. الكلام كثير في هذا الموضوع، والمراد بالتوجه إلى عين الكعبة التأكد من أن وجهه سيكون دائما متوجها إلى جسم الكعبة، وهذا أمر قد يسهل إذا كان الإنسان بجوار الكعبة كالذين في مكة. أما الذين هم بعيدون عنها فالتوجه يكون إلى جهة القبلة، ولا يضر الانحراف البسيط، وذلك تخفيف وتيسير من الله، والله أعلم.